السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي أعزائي المشاهدين، سعيدة بلقياكم من جديد في وصفة جديدة اللي هي هاد الخبيزات هادو اللي صحيين صحيين بزاف، وبالنسبة للإخوان والأخوات اللي عندهم فقر الدم صحية لهم أكثر. لهذا قلت نشارك معكم هاد الوصفة باش الفائدة تعم الجميع، واللي أول مرة كيزور القناة ديالي يبارطاجي مع الأهل والأحباب. وما تنسوا الجام إلى عجبكم الفيديو وتشجيعاتكم دائما القناة كوتشينة مينا باش يوصلكم الجديد وفرجتكم ممتعة. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الطريقة والمكونات ديال هاد الخبيزات هادو. فرجة ممتعة مرة ثانية. مكونات غادي نحتاج الماء، الماء يكون غليان يعني طايب، وغادي نحتاج واحد البعربه مسلوقه ولا خضره اللي بغيتو نتوما. انا في هذه الحاله متوفر عندي مسلوقه، اللي كيتباع هكا عندنا البعربه مسلوقه. غادي نحتاج الكيلو ديال الطحين ديال الفينو، وغادي نحتاج لواحد المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وهنا الملح غادي ناخذ القياس ديالي. واول شيء غادي نبداو به هو البعربه، غادي نطحنوا هذه البعربه مع هذا الماء غليان. الماء غليان بزاف لان البعربه كانت في الثلاجة، عندي مسلوقة وكانت في الثلاجة. ملي كانت الباربة دافية ولا هكا ديروا الماء عادي، انا بغيت غير باش نسخنها مزيان. غادي نطحنها فيه باش يعني الحرارة ديالهم تجي هي هذيك دافية، ونبداو على بركة الله. باش ما نضيعش الوقت كناخذ واحد السوبيرة فاش غادي نعجن، ولا قصرية ولا اللي بغيتو، وكتوضعوا فيها الماء الدافي، وغادي نوضع فيها الخميرة، وغادي نخليها تفاعل هنايا معها جنب. اوكي، وهنا الباربة بعد ما قطعتها انتوما كيف ما كتشوفوا، دابا غادي نوضعها هنا هاد الاناء فهاد الكاس عفوا، باش غادي نطحنها بهذا الشكل هذا. اوكي، دابا غادي نضيف ليها الماء الغليان انتوما كيف ما كتشوفوا، نضيف القياس ديالي بهذا الشكل، وغادي نطحن دابا كلشي. بغيت ندير معكم هاد العملية بهاد الروبو هكا، ما بغيتش ندخلها في الترموميكس دابا تولي ليا كلها ما. فضلت نطحنها انتوما شفتو، هاي مازال ما طحناتش، غادي نطحنها دابا كلها. ندير هاد الكاغط باش ما يطيرش عليا، لان البعربه حمراء غتوسخ ليا كلشي، حوايجي وبوطاجي هنا كلشي ولي حمر، دونك تندير هاد الكاغط. المهم هنايا ها هي طحنات دابا عندنا البعربه هانتوما كيف ما كتشوفوا، ها هي طحنات هكا مزيان. صافي دابا غادي نصفيها. دابا كناخذ واحد جبانيه ولا سوبيره ولا فاش غادي تصفيوها بهذا الشكل هذا، وغادي نوضعها هكا. ما بغيت غير داك الماء ديالها هكا، شفتوا هذا الماء ديالها هو اللي غادي نستعمل، هذا غادي ناكلو بطبيعه الحال، ما غاديش نرميو هذا. هذا غادي نديرو عصير، غادي نزيد عليه شي كاس ديال عصير الليمون ولا شي حاجه، ونعاود نزيد نطحنو ونشربو عصير، لان الباربه صحيه بزاف وسيرتو اللي عندهم فقر الدم. انا هاد العمليه تنديرها على حسب فقر الدم، لان كاين اللي ما كياكلش الباربه ما كتعجبوش المذاق ديالها، ولكن في الخبز غتعجبو لان المذاق ديالها، وسيرتو الا كانت خضره خضره. وديروا ليها نفس العمليه، طحنوها هكاك خضره وسقطوا منها الماء ديالها، فيها اكثر المنافع ديالها، ما كتبرديهمش ما كتضيعهمش في الطبخ. لهذا ننصحكم الا كانت خضره، انا في هذا البيريود هذه كتكون، ولكن ما كايناش دابا خضره، لهذا اكتفيت بهذه اللي عندي دابا موجوده هكا. غادي نزيدني شويه، بحال ناقصني شويه ديال الماء، خاصني نزيد شويه. وهنا دابا هذا هو العصير اللي حصلت عليه ديال الباربه اللي صفيت كيف ما كتشوفوا، وهنا الخميره من بعد ما تفاعلات. دابا غادي نضيف طحين على هاد
الخميره اللي تفاعلات كنوضعو بهذه الطريقه هذه. كيف ما قلت لكم كيلو هذا ديال الفينو، انا استعملت غير الفينو، نتوما ممكن تستعملوا اي طحين كتاكلوا نتوما، كيكون اختياري. وغادي نبدا نضيف هذا العصير، هذا اللي مركز درته هو الاول، مركز هو اللي كيشد اللون. مازال غادي نزيد العصير، ها هذا الاولاني، هذا هكا يعني باقي شد كل اللون ديال الباربه الاولاني، ما فيهش الماء بزاف و يعني مركز باختصار هكا. ودابا داك العصير اللي بقى ليا هاد المره حين ما سجلتهاش معكم، زدت عليه الماء عاوتاني وطحنته مزيان هذاك، وبديت كنصفيه لان هذا هو اللي كيعطي اللون. هاد الاولاني هكا الا درته من الاول فيه الماء ما غاديش يشد ليا اللون هكا غوص بزاف بحال مايل الاحمر. هنا غادي نزيد واحد جوج معلقات ديال زيت الزيتون اللي ما ذكرتهمش من قبل. انا دائما كندير زيت الزيتون في الخبز، كتعجبني وكترطب الخبز من الداخل ديالو وكيجي هشيش وبنين بزيت الزيتون. صافي، وكنبدا نحاول ندخل هذيك العصير المركز كيف ما قلت لكم الاولاني، حتى ندخله مزيان في العجين. وغادي نبدا نضيف هذا اللي عاود زدت عاود تاني من الباربه اللي صفيته منها بهذه الطريقه هذه هكا كيف ما كتشوفوا، ونحاول نجمع العجين ديالي غاب شويه هكا كيف ما كتشوفوا، وندخل فيها هذاك اللون ديال الباربه. كتشرب كله هذاك العصير عفوا، ولا هذاك المركز ديالها، ولا نقدروا نسميوه هكا. صافي، وكنجمعوها من بعد ما كتجمع ليا مزيان. صافي، دابا بقى لنا الا غادي ندلكها مزيان، غادي ندخلها، غندير الملح عفوا دابا هو الاولاني، كندير قياس ديالي. وغادي ندخلها العجانه دابا، غادي نعجنها فيها، ما غاديش نعجنها ندلكها بايديا، هي اللي غادي تعجنها مزيان. ممكن تعجنوها بايديكم ولا اللي بغيتو، كيكون اختياري. حاول عند خليها الملح بهذه الطريقه هذه، وعاد غادي نعجنها. صافي، وعلى بال ما غادي تدلك غادي نكون خديت هذيك السوبيره، غادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت ديال الزيتون هكا باش ما تلصقش ليا من القاع ديالها من التحت. وهنا هي العجين ديالي تعجنات مزيان، تدلكات ولات متماسكه جدا، شفتو كي كتبان رطبه هي. وكنحاول نوضعها في هذيك السوبيره باش غادي نخليها تما حتى يتضاعف الحجم ديالها. شفتو كي جات جنينه وتدلكات مزيان، جات زوينه بزاف، عجبتني. ممكن ديروا منها بطيبيطات لوليداتكم اللي عندهم فقر الدم، ديروا مسمنات، ديروا اي حاجه. نفس العجين هكا بهذه الطريقه هذه، وفي هاد لوكازيون هذه يقدروا ياكلوهم، يعني ما غاديش يفيقوا بالباربه، والمذاق ديالهم جهائل، ما كايناش المذاق ديال الباربه. انا الباربه بوحدها بحال فيها التراب ولا ماتكي، كتجيني انايا ما عندهاش حتى شي مذاق، الا لما نسمتيها بشي حاجه وعطيتيها العطور وهكا عاد باش كتكون زوينه. صافي، وكنغطيو العجين ديالنا بهذا الشكل هذا، وتنخليوه حتى يتضاعف الحجم ديالو. كنغطيوه وكنحطوه في واحد المكان عندنا يكون سخون من البرد. دابا العجين ديالنا كيف ما كتشوفوا ها هو، هنا العجين ديالي من بعد ما خمر كيف ما كتشوفوا كيصبح بهذا الشكل هذا، ها هو خامر مزيان. شفتوها، تم نحيدو منها الهواء دابا، نحاولو نخرجو منها كاع داك الهواء بهاد الطريقة هادي. وغادي نبدا نشكلها دابا، نبدا نشكلها، ناخد منها كويرات ديالي الحجم اللي بغيت انايا، مثلا هكا. غادي ندير مغص صغار هكا، ندير مع حديدات صغيورين، وكنستعمر بهاد العملية حتى تنكمل كلشي هاد الكويرات ديالي. هنا من بعد ما شكلت كلشي الخبيزات ديالي كيف ما كتشوفو ها هما، خليهم دابا يرتاحو شوية، وغادي نبدا نقرص فيهم. انا غادي نشد دابا جنجلان ها هو عندي هنايا، ولا الزرعرقة اللي عندي، غندير واحد منهم جوج ديال الجنجلان، كنوضعهم هكا في الصينية بهاد الشكل هذا، وتنهز هانتوما كيف ما شفتو. وكنحط هنا، من بعد عاد غادي نقرصهم ماشي دابا، دابا كندير ليهم غا هاد الزراره هكا. اي
هاكم هذه حتى هي. شفتوا كتهز كلها الزرارات، تنضغطوا عليها وسطها كتهزهم كلهم. بالنسبة لهاد الاخرين هادو اللي تبقاو هادو غنضيف لهم هاد الزرارة اللي عندي متخلطين، فيهم زريعة ديال نوار الشمس، فيهم جنجلان عاوتاني، فيهم حبوب الشيا، وفيهم زريعة الكتان او السيمي ديلينو. وغادي ندير لهم بهاد الطريقة تا هما، غادي نحاول نلصق لهم الزرارة اللي نتوما مرتاحين فيها الطريقة ديرو هكا، حتى كنديرهم حتى هما وكنخليهم من بعد يرتاحوا واحد شويه بهذا الشكل، عاد تنقرصهم عاوتاني. هنا خديت واحد الطاوه ووضعتهم فيها هكا بعد ما ارتاحوا، دابا كنقرصهم، غادي نقرصهم هكا، ومن بعد ما غادي نقرصهم غادي نوريكم غير وحيده هكا قرصتها. ملي كنقرصهم كناخذ واحد السكين وكنشرطهم يكون حاد، كديروا ليها هكا وهكا بهذا الشكل، وغادي نخليهم يرتاحوا هكا حتى يخمروا مزيان حتى يتنفخوا، وعاد غادي نطيبهم بنفس العمليه. دابا غادي ندير واحد الوحده ديال الجنجلان وواحد جوج اخرين، غادي نوريكم الطريقه ديالهم. غنشكل، غادي ندير شكل اخر، ماشي هكا، غندير شكل اخر تشوفوه معايا جميع. بالنسبه لهادو ديال الجنجلان كيف ما قلت لكم هانتوما، غادي ناخذ هاد اللعيبه هادي، هادي شريتها باش نقطع بها البطيخ ولا الدلاع ولا شي حاجه، ولكن ما كتقطع ما والو، غا كينصبوا يبيعوها، لان الدلاع قاصح مع البطيخ قاصح. الدلاع خاصها تكون صغيره وخاصك تبقاي تبركي مزيان، تقدري توعتي يدك، تقدر تزهق ليك ولا شي حاجه، وكتبغي الفرصه بزاف هادي. لهذا انا باش ما نبقاش نصدع راسي وتصبت ديجا شريتها، دونك تنديرها هنا الخبز، تندير لها هاد الطريقه هادي، تنضغط عليها مزيان هكا صافي، وكتعطيني هاد الشكل هذا ديال الخبيزه. هانتوما شفتوا بحال هكا، وغادي نستعمر بنفس العمليه، غندير هاد الخبيزات على هاد الشكل هذا ونخليهم يرتاحوا، ومن بعد غادي ندخلهم الفران ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. وهنا من بعد ما خمروا الخبيزات ديالي مزيان كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، شعلت الفران ديالي من التحت ومن الفوق، سخنته مزيان صافي، ودخلت الخبيزات ديالي للفران. من بعد ما طابوا غادي نوريكم الشكل ديالهم. من بعد ما خرجتهم من الفران جاو بنان بزاف، جاو هائلين في المذاق ديالهم يعني، وصحيين كاع من فوق هذا الشيء. ها هما كيف ما كتشوفوا بعد ما خرجتهم من الفران هكا جاو، كيف ما قلت لكم صحيين بزاف. بالنسبه للاخوان الاخوات اللي عندهم فقر الدم يتعودوا انهم ياكلوا دائما هذا الخبز هذا، لان الباربه صحيه بزاف وعندها كثير ديال المنافع. وبالنسبه لما كتهضمش ليه ولا ما كتسرطش ليه ولا شي حاجه، يديرها بهذه الطريقه ما غاديش يحس كاع بها واش باربه، ومنها في نفس الوقت كياكلها. ونتمنينا الاعجاب ديالكم وتجربوه، تشجعتكم القناه كوتشينا مينا بجام باش يوصلكم دائما الجديد، ولأول مرة كتزور القناة ديالي تبارطاجي مع الأهل والأحباب ديالها باش الفائدة تعم الجميع. وشكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. ما تنسوا الجميل عجبكم الفيديو.